العافية. اليوم رح نحكي عن فكرة جديدة هي أساساً عنوان لدرس جديد لحاله، بس أنا جمعتهم مع الألجبريك إكسبريشن مع بعض لأنه هن أساساً بيكملوا بعض وتابعين لبعض، وشغلنا في لهذا الدرس بيلحق الألجبريك إكسبريشن. فكرتنا اليوم بتحكي عن solve equation. بيجي سؤال بيقلكن بقلب درس الألجبريك إكسبريشن، بيجي سؤال بيقلكن solve the following equation، بيقول لكم اعمل له solve لهالequation. فشو يعني كلمة solve؟ كلمة solve معناها to find the value of x، يعني أنا بعطيكم algebraic expression أو بعطيكم equation أو بعطيكم أي شيء، بس إجي لكم اعمل له solve، شو يعني؟ شو بدي منكم؟ it's mean to find the value of x، يعني أنا بدي منكم تجيبوا ال x equal قديش. هي فكرة الصوب، يعني بدي أوصل بالآخر لجواب x equal قديش. يعني نبلش. number one، هي أول equation x plus 5 equal 9. جيت أنا قلت لكم عملوا لها solve، كلمة عملوا لها solve يعني ال x بدي إياها بتساوي قديش. طيب أنتوا بتعرفوا من هذيك السنة إنه أنا لما أحرك أي رقم من جهة لجهة، يعني انا هون عندي الايكوال، هون عندي الرايت سايد وهون عندي اللفت سايد، بس حرك رقم من اللفت للرايت او من الرايت لللفت بتتغير اشاره الرقم على طول، بس حركوا اي شيء بتتغير اشارته. يعني مثلا انا هون انا بدي الاكس لحالها بتساوي قديش، في حدا عندي بلس 5 بدي اخلص منها، كيف بخلص منها؟ بكل بساطه البلس 5 باخذها على الجهه الثانيه، شو بتصير؟ بتصير ماينس 5، يعني بتبقى الاكس لحالها، اخذنا البلس 5 لهون صارت عندي x equal 9، وهون ال plus 5 صارت minus 5 مثل ما شايفين هون. ف x equal 9 ناقص 5، قديش 9 ناقص 5؟ 4. فاذا x equal ل 4. ففكرة انه هال equation بدي اعملها solved، يعني بدي اوصل بالاخر x equal لقديش. كل اللي مطلوب مني اخلص من كل شيء حد ال x، كل شيء حد ال x باخده عمالة اليمين، مثل ما صار هون plus 5 اخذناه لهون صارت minus 5، حسبناها مع التسعة عطتني أربعة. الكويشن الثاني 4 minus x equal 1. طيب هون ال x بدي خليها على الشمال بس لحالها، بدي شي حدا، في عندي حد ال x ال 4، كيف بخلص من ال 4؟ باخدها على الميل الثاني، شو إشارة ال 4 هون؟ دائما إشارة الرقم هون بتكون على شماله، ما في ساين يعني بلس، فال بلس 4 هون أخذناها على ميلة الشمال، شو بتصير؟ minus 4. يعني بصير عندي ماينس اكس، ليش بقيت الماينس حد الاكس؟ لانه هاي الماينس اساسا هي للاكس، اوكي؟ ماينس اكس ايكوال 1 ماينس 4. طيب بنيجي بنحسب 1 ماينس 4 قديش بتساوي؟ 1 ماينس 4 هي ماينس 3، يعني ماينس اكس ايكوال ماينس 3. هل خلصت انا هون السولف؟ ما خلصت السولف، ليش؟ لانه السولف بدي الاكس لحالها بتساوي قديش، بس انا هون في حد الاكس عندي ماينس زعجني، فكيف بخلص منه؟ بكل بساطه الماينس اللي حد الاكس بيروح الماينس، بنقله الماينس لعند الرقم اللي على اليمين، هذا الماينس بيروح بينضرب باشاره الرقم اللي هون، يعني الماينس بيروح لعند الماينس 3 بينضرب بالماينس اللي إله، بتصير ماينس ضرب ماينس يعني اكس ايكوال بلس 3. او فيكم تشوفوها بطريقه تانية، هو انه الماينس مع الماينس بيروحوا مع بعض بيبقى عندي x equal 3. فمثل ما شايفين solved هالequation وصلنا بالاخر انه x equal لقديش، هي يعني solved. equation number 3 2x minus 7 equal 13. شو بدي اعمل؟ اول شيء هون في عندي رقم حد الx ملزق بالx، وهون رقم حد الx، اول شيء بخلص من الرقم لحد الx، الماينس 7 باخذها لهون بتصير plus 7، يعني بصير في عندي 13 زائد 7. طيب 13 زائد 7 قديش بتساوي؟ بحسبها بتطلع معي انه 2x equal ل 20، يعني 2x equal ل 20. طيب هل خلصت سولف انا؟ ما خلصت سولف، لانه انا بدي الاكس لحالها بتساوي قديش، بس انا هون في رقم حد الاكس زعجني، كيف بخلص منه؟ انتبهوا، إذا الرقم اللي كان حد الأكس ملزق بالأكس، يعني شو يعني ملزق بالأكس؟ يعني مضروبين ببعض، كيف بيخلص من الرقم اللي حد الأكس؟ بكل بساطة الرقم اللي حد الأكس بينزل اسمي تحت الرقم اللي هون، إذا بحال كان الرقم ملزق ضرب بالأكس فكيف بيخلص منه؟ بيروح اسمي
على الرقم اللي هون، يعني x equal لعشرين قسمة الرقم اللي هون. اوكي، عشرين قسمة الاثنين قديه بتطلع؟ نحسبها، عشرين قسمة اثنين بتطلع معي عشرة، يعني x equal عشرة. فبرجع بعيد، الرقم اذا كان لحد الاكس ملزق ضرب لازقين ببعض بينزل بيقسم الرقم اللي هون، بينزل قسمه 20 قسم 2 10. اما اذا كان الرقم اللي حد الاكس مش مضروب فيه فبيروح عادي، بيروح على الميل الثاني عادي وبيغير اشارته مثل هون. اوكي، اكزامبل نمبر 4، كمان هي الايكويشن شبه رقم 3. اول شيء عندي 7 اكس بلس 8، اول شيء بيخلص من ال 8 باخذها على ميلة اليمين، بس 8 بتروح بتصير ماينس 8 بتغير الإشارة، بتصير عندي 7x equal 22 ماينس 8. بيجي بعد هيك بحسب 22 ناقص 8، بحسبها على الحاسبة بتطلع معي 14، يعني 7x equal ل 14. بعد هيك كيف بخلص من الرقم اللي حد الأكس؟ الرقم اللي حد الأكس ملزق بالأكس يعني بنزل اسمي، يعني x equal 14 اسمي 7. 14 اسمي 7 بنحسبها تطلع معي قديش؟ تطلع معي 2، يعني x equal 14 على 7 اللي هي 2، يعني x equal ل 2. Number 5، 4x plus 5 equal 2x plus 12. هلا هون شو تغير عندي برقم 5؟ برقم 5 اللي تغير عندي هو انه صار في اكثر من x، مثل ما شايفين هون في x هون في x هون. بهيك حاله شو بعمل؟ بهيك حالة بدي جمع الأكسات على الشمال والأرقام على اليمين حتى أوصل الأكس حالة، يعني وحد الأكس مع بعضهم. فشو بعمل بهيك شكل؟ جمع الأكسات على الشمال والأرقام على اليمين، فال2X باخذها لهون، هون إشارة ال2X بلس، بلس 2X بتروح لهون بتصير ماينس 2X، والبلس 5 بتروح لهون بتصير ماينس 5. يعني مثل ما شايفين عندي هون 2X راحت لهون صارت ماينس 2X حد ال4X، والبلس 5 راحت لهون صارت ماينس 5، صار عندي 12 ماينس 5. فبحال كان في عندي اكثر من اكس، سهله منا صعبه، بنجمع الاكسات على الشمال والارقام على اليمين. فصار عندي 4x ماينس 2x، بنحسبها 4x ناقص 2x، بنحسب الكوفيشنتس مع بعض، 4 ناقص 2، عندي 4 اكسات ناقص اكسين بيطلع معي قديش؟ 2x. 12 ناقص 5 بتساوي 7. فاذا 4x minus 2x هي 2x، 12 ناقص 5 7. 2x equal ل 7 شو يعني؟ يعني x equal ل 7 على 2، يعني x equal 7 على 2. ضلت بشكل fraction لانه 7 على 2 بتطلع 3.5، ففينا نحط 3.5 او بشكل fraction، انا بحب خليها بشكل fraction. يعني مثل هون 20 على 2 الى جواب 10، فضلت 10. 14 على 7 إلى جواب تساوي 2، بس 7 على 2 ما إلى جواب بتطلع 3.5، فيا بحطها بشكل الفاصلة يا بحطها بشكل الفراكشن، أنا بحب خليها بشكل الفراكشن. فإذا 2x equals 7، يعني x equals 7 على 2. Example number 6، x minus 7 equals 3x plus 1، نفس المبدأ، بنجمع الأكسات على الشمال والأرقام على اليمين، ناخذ 3x لهون، بتصير minus 3x، يعني x minus 3x، ماينس 7 بناخذها لهون بتصير بلس 7، يعني بلس 1 بلس 7. نيجي بنحسبها 1x ماينس 3، يعني 1 ناقص 3 بتطلع معي ماينس 2x. 1 زائد 7 8، يعني ماينس 2x ايكوال ل 8. شو يعني؟ يعني x بتساوي 8 على ماينس 2. الماينس 2 هو كله رقم ملزق بالاكس، شو بعمل فيه؟ نزل اسمي على 8. طيب 8 اسمي ماينس 2، بنحسبها اول شيء 8 على 2 4، وفي ماينس يعني ماينس 4. 8 اسمي ماينس 2 تطلع ماينس 4، يعني x equal لماينس 4. Example number 7، هون هلا صار في عندي براكت، هون في عندي براكت 2 into 7x plus 1 equal 13. بهيك حاله شو بعمل؟ بهيك حاله بكل بساطة بعمل expand، يعني فوت ال 2 على البراكت. اوكي، إذا بحال شفته هيك شكل بتفوتوا الرقم على البراكت، يعني 2 into 7x قديش؟ 2 ب 7 14، 14x، و 2 ب plus 1
2 ضرب 1 2 يعني بلس 2 ايكوال ل 30. فعملنا اكسباند بكل بساطه. وهلا برجع بعمل مثل ما كنت عم بعمل بالاشكال اللي قبل. هون عندي اكس وحده بخليها هون، والبلس 2 باخذها على ميله اليمين بتصير ماينس 2، يعني 14 اكس ايكوال 30 ماينس 2. 30 ناقص 2 هي 28، يعني 14 اكس ايكوال 28. طيب 14 اكس ايكوال 28 يعني اكس ايكوال 28 على 14. نيجي بنحسبها، 28 اسمي 14 تطلع معي 2، يعني الاكس ايكوال 2. اوكي، بتمنى يكون كل شيء واضح. نمبر 8، هون صار في عندي كمان اكثر من براكت، ما في مشكله. بدنا نعمل نفس اللي عملناه بسبعه، نعمل اكسباند، بنفوت الرقم على البراكت. 3 2 اكس 3 ضرب 2 6 اكس ماينس 3 ضرب 7 21، يعني 6 اكس ماينس 21 ما شايفين. وهون 6 بتنزل مثل ما هي، بلس 2 بتفوت على البراكت، 2 باكس 2 اكس، وبلس 2 بماينس 3 بلس تايمز ماينس ماينس 2 ضرب 3 6. بعد هيك مثل ما كنا نعمل قبل، بنجمع الاكسات على الشمال، يعني بناخذ البلس 2 عند ال 6 عند ال 6 اكس، بلس 2 بتصير ماينس 2 اكس، بصير عندي 6 اكس ماينس 2 اكس. هون الارقام بضلوا على اليمين، 6 ماينس 6 ماينس 21 بناخذها على اليمين بتصير بلس 21، يعني 6 ناقص 6 بلس 21. هلا بنوحد الاكسات، 6 اكس ماينس 2 اكس هي 4 اكس، 6 ناقص 6 0، يعني بطل فيه هون شيء، بقي شو؟ ال 21، يعني بلس 21. فاذا 4 اكس ايكوال ل 21. طيب 4 اكس ايكوال ل 21 شو يعني؟ يعني x equal ل 21 على 4. 21 على 4 ما إلها جواب، بتطلع بالدسمال، فأنا ما بحب خليها بالدسمال، بخليها بشكل الفراكشن. يعني x equal 21 على 4. نمبر 9، مثل ما شايفين هون نفس المبدأ، في عندي هون x مضروبة ببراكت، بنفوت ال x على البراكت، هيك أول شيء بنخلص من البراكت. أوكي؟ x times x هي x power 2، يعني x square. و x times 5 هي 5x، رقم ضرب x بيلزق ببعض، يعني بصير عندي x square plus 5x equal ل x square minus 15. بعد هيك كل شيء x بنجمعه على الشمال، وكل شيء ارقام بنخليه على اليمين. هون في عندي x بنخليهم هون، وهون في عندي x على اليمين بناخذها على الشمال، شو بتصير؟ هي plus x square بتصير minus x square، يعني x square plus 5x minus x square equal ل ماينس 15. اوكي، بعد هيك انتم بتعرفوا انه انا ما فيني اجمع او نقص الا ما بين نفس الديجري، يعني الباور 2 لحال والاكسات لحال. بس هون طلعوا معي اكس سكوير ماينس اكس سكوير، عم بنقص شيء ناقص نفسه، اكس سكوير ناقص اكس سكوير شو؟ زيرو، يعني بطل في عندي اكس سكوير، راحوا مع بعض، اكس سكوير ماينس اكس سكوير زيرو، راحوا مع بعض، شو بقي عندي؟ 5x equal minus 15. 5x equal minus 15 شو يعني؟ يعني ال x equal minus 15 على 5. 15 على 5 إذا بنحسبها بتطلع 3، يعني minus 15 على 5 بيطلع معي ال x equal minus 15 على 5 اللي هي minus 3. آخر example number 10، كمان في عندي brackets، يعني بدي أعمل expand، نفوت اللتر اللي هون، 3x ب 2 تنضرب ل 3 بال 2 بتصير 6 اكس، مثل ما شايفين 6 اكس، وبلس 3 اكس تايمز اكس، نضرب الاكس بالاكس بتصير اكس سكوير، يعني 3 اكس سكوير ايكوال اكس تايمز 3 اكس، كمان الاكس بالاكس بتنضرب بتصير سكوير، يعني 3 اكس سكوير ماينس اكس ضرب 2، يعني ماينس 2 اكس وماينس 4. بعد هيك كل شيء اكس بناخده على الشمال، وبنخلي الارقام على اليمين. هون الاكسات على الشمال بضلوا هون، وهون الاكسات بناخده على اليمين. 3x سكوير بناخذها لهون بتصير ماينس 3x سكوير، ماينس 2x بناخذها لهون بتصير بلس 2x، يعني بصير في عندي 6x بلس 3x سكوير ماينس 3x سكوير بلس 2x ايكوال لماينس 4. كمان الديجري 2 مع بعضهم، 3x سكوير ماينس 3x سكوير شو بيصير عندي؟ 3x سكوير ناقص 3x سكوير، عم ننقص شيء ناقص نفسه،
بيروحوا مع بعض زيرو. شو بقى عندي؟ 6 اكس و 2 اكس 8 اكس ايكوال لماينس 4. 8 اكس ايكوال لماينس 4 يعني اكس ايكوال ماينس 4 اوفر 8. اكس ايكوال لماينس 4 اوفر 8، اذا هون بنختزل بنقسم على 4، نعمل سمبليفاي، 4 على 4 1 يعني ماينس 4 على 4 ماينس 1، و8 على 4 2. هون اختزلت انا على 4، قسمت على 4 فوق على 4 تحت، فبصير عندي ماينس 1 على 2، يعني اكس ايكوال ماينس 1 على 2. فكل الفكره هو انه اذا عندي براكت اعمل اكسباند فك البراكت، وكل ما بدي احرك شيء من جهه لجهه بدي غير اشاره الشيء اللي انا حركته.